كل حال برضو خلينا نقول ان في كلام او تصريحات كتيره اتقالت، يمكن هيبقى معانا دلوقتي برضو تصريحات كابتن سامي قمصان، لكن التحليلات اختلفت. يعني خليني اقول لحضراتكم برضو، ناس كتير اتكلمت ان طب وانا ليه ما لعبتش في الشوط الثاني زي الشوط الاول؟ طب هو انا ليه مستوايا بدنيا والسرعه عندي مش زي الفريق المنافس؟ طب هو انا ليه يعني اصلا ما جبتش اكتر من جول؟ طب هو انا ليه عملت تبديلات غريبه؟ طب هو انا ليه وليد سليمان مثلا لعب معايا وتبديل جه متاخر؟ طب هو ليه طاهر محمد طاهر خرج في الوقت ده؟ طب هو ليه انا بدلت وليد سليمان بكهربا؟ كل الحاجات دي برضو عليها علامات استفهام في قصه التبديلات. على كل حال خلينا ننتقل لكابتن سامي قمصان، لانه كان ليه برضو كلمه مهمه جدا، وقال الفريق امامه هدف في المرحله اللي جايه هو حسم التاهل خلاص لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، خلال بنتكلم مرحله الاياب او مباراه الاياب، ونتيجة اللقاء كمان ليست الأفضل ولكنها إيجابية. كان بإمكان الفريق أن هو يعود إلى القاهرة بالفوز في حال استغلال الفرص اللي أتيحت أو احتساب ضربة الجزاء المستحقة لأكرم توفيق. خلينا برضو نتابع جزء من هذه التصريحات. إن شاء الله الأداء كده كده هيتحسن مع رجوع اللعيبة المصابين، عندك شناوي وعندك وحيد وعندك متولي وعندك قفشة وعندك حسين شحات والناس اللي لسه مش مقيدة، حسام حسن وبيرسي ولويس وكريم فؤاد. فاعتقد يعني كل دي اعتقد يعني تدينا قوه وتدينا استمراريه في الاداء طبعا، وده اللي ان شاء الله اللي احنا بنعمله الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن سامي، قلتوا ايه للاعبين ما بين الشوطين؟ لان كان في تباين اداء ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، وقلتوا ايه للعيبه بعد المباراه؟ هو الراجل اتكلم طبعا اللي احنا عاوزين نحسم المباراه بهدف تاني، لان مهم جدا ان انت برضو عشان تستريح مباراه العوده، وده اللي الراجل اتكلم فيه يعني، وده اللي احنا كنا نامله يعني ان احنا نحسم، وجات لنا فعلا الفرصه ديت اللي احنا نقتل المباراه يعني بهدف تاني يعني. لكن في الاول والاخر برضو اللعيبه ليها عذر برضو، اللي هي زي ما قلت لك درجه الحراره صعبه، يمكن انا واقف انا وانت انت حاسس بدرجه الحراره يعني، لكن ده مش مبرر برضو. لكن اقول لك من الحاجات برضو اللي سببت في ان الاداء الشوط الثاني طبعا بيبقى اصعب، هم متعودين طبعا على الجو دوت، وجو اصعب، بيلعب بطل افريقيا، بيلعب عاوز يعمل اقصى حاجه بالنسبه له. لكن برضو في الاول والاخر الحمد لله ان احنا يعني انت عملت نتيجه تعتبر في الكوره ايجابيه يعني، حاجه طبيعيه يعني. مهم جدا لما انا في ملعب زي ده واجواء زي دي اطلع بنتيجه تعادل ايجابي، وايضا ما عنديش اصابات، ده نقطه مهمه جدا. بص طبعا وده اللي برضو كنا احنا خايفين منه جدا يعني. ارضيه الملعب يمكن كنت انت معانا امبارح، وممكن شفت يمكن كلنا قعدنا نحاول نصلح ارضيه الملعب، سواء ان احنا نحط بقى رمل او نكلم الناس المسؤولين اللي هم يقدروا يصلحوا الحاجات دي، لان كان فيها حفر كتير جدا جدا يعني في الملعب يعني. لكن في الاول والاخر برضو اقول لك يعني الحمد لله ماتش وعدى، ولكن ان شاء الله عندنا ان شاء الله الاسبوع الجاي مباراه نحسمها ان شاء الله باداء كويس ونتيجه كويسه، وان شاء الله تكون دي بدايه انطلاقه لينا ان شاء الله. تمام.